لسه مش الدور. هادي نقول سميتها ولا بلاش؟ هاد البنت قولي يا مالكي. لا راه هما اللي عارفين. لا ما عندكش الحق سميتها. اه بنت صافي. اه ترى بدينا دابا ياك. مرحبا بكم متابعينا الأوفياء، أهلا وسهلا بكم في هذا البث المباشر العاجل من مدينة أيت ملول. وفي اختفاء غامض لشابة في مقتبل العمر والتي تبلغ من العمر 16 سنة بعدما خرجت من منزل الأم ديالها من أجل الدراسة، لكنها تفاجأت الأم ديالها بالغياب ديالها وأيضا بالاختفاء ديالها الغامض، والحدود اليوم منذ الجمعة الماضي، وهذا الشابة اللي كتشوفوا الصورة ديالها مختفية وكما كنقولوا غبر ليها الأثر، والأم ديالها يعني مخلوعة عليها بطبيعة الحال، وكنتمنى من أي واحد يعني شاف هذا النداء أنه يبارطاجيه على أوسع نطاق باش أننا نعرفوا المصير ديال هذه الشابة اللي خرجت من منزل الأسرة ديالها باش أنها تمشي للمؤسسة الدراسية اللي كتدرس فيها، لكنها لم تعد منذ يوم الجمعة الماضي. وكما كتقول الأم ديالها فربما يعني البنت ديالها محتجزة في مكان ما أو أنها يعني شادة شي حد عنده. كنتمنى أيضا من السلطات الأمنية وأيضا السلطات المحلية على مستوى عملة إنزكان أيت ملول التحرك العاجل من أجل معرفة سر هذا الاختفاء وأيضا معرفة مكان تواجد هذه الشابة قبل ان تقع كارثه لا قدر الله. فغادي نخليكم مع القصه ديال هذا الاختفاء، وكنتمنى من اي واحد يعني شاف هذا اللايف انه يبارطاجي ويعتبر هذه مثابه وحده من البنات ديالو وحده من العائله ديالو. فالله يسمح لنا من الوالدين، لان الام ديالها منذ الاختفاء ديال بنتها وهي اليوم يعني ما كتنعس ما كتاكل ما حتى شي حاجه، فقط يعني كتقلب على بنتها وتعرف المصير ديالها، وربما ايضا الرفقه السيئه هي اللي خلات هذا الشابه انها تختفي، ربما انها يعني شدها شي حد او شيء من هذا القبيل. فهذا الشيء اللي غادي نعرفوه نحن واياكم من خلال هذا البث المباشر وهذا النداء العاجل من اجل البحث لفائده متغيبه اللي كتشوفوها يعني في الصوره. اي واحد يعني عرف عليها شي معطيات او معلومات وعرف المكان ديال التواجد ديالها انه يبلغ السلطات الامنيه، وايضا انه يتواصل مع الام ديالها من اجل انها تسترجع الابنه ديالها المختفيه. فغادي نخليكم مع هذا النداء بطبيعه الحال ديال الاختفاء. تفضلي لالا. السلام عليكم. حاولي تهضري بالجد. السلام عليكم خوتي، انا كنسكن في أيت ملول الحرش. بنتي مشات للمدرسه نهار الجمعه ما رجعاتش. ما رجعاتش للدار، يعني انا كنخدم ملي جيت من الخدمه كنتفاجئ بان بنتي ما رجعاتش. جيت عند البوليس لقيت ملول من نهار الجمعه، يعني ما داروا معايا والو، عمروا ليا ولكن ما خرجوش. البحث للمدرسه الرازي فكتقرا بنتي. فاش كتقرا بنتك؟ يعني شحال كتقرا؟ في التاسعة. وحد الان الحارس ديال المدرسه ما اتصلش بيا وما قالش ليا بنتك مغيبه هذه المؤسسه. يعني انا كنتفاجئ، عيط للمدير كيقول لي هذه مؤسسه صغيره، كيفاش بنتي كتقرا في مؤسسه صغيره وهي الرازي قداش ناهيه؟ يعني هاد الناس ما اتصلوش بيا، حتى هما كنحملهم المسؤوليه، انا اللي اتصلت بالمدير. يعني مشيت معاش معاش بالضبط؟ يعني مشات بنتك وشنو؟ بنتي خرجت مع 8 ما رجعاتش. 8 ديال الصباح. 8 ديال الصباح خرجت للمدرسه ما رجعاتش. واش تغيبات؟ ما عرفتش. مع شنو نورمالمون كانت يعني غادي تخرج من المدرسه؟ كانت غتخرج مع 10. يعني انت بقيتي كتسناي؟ ما جات كنتسنى. جيت للبوليس عمروا ليا ولكن ما خرجوش. حد الان ما خرجوش للمدرسه ديال الدرازي باش يبحثوا بنتي. انا كترافق مع بنت وحده، بنت الشهداء هي اللي كترافق معاها. يعني شي صاحبتها؟ ما خليت اكادير كامل درتو، درت بيقرا قالوا لي الناس شفناها في بيقرا. مشيت عند الوكيل عمرت شكايه، ها هي امامكم غتشوفوها. كيقولوا لي الناس شناها في بيقرا، ها
شي واحد كيعمر من العمر 30 ومشيت عند السلطات ديال بيكرا، السلطات ديال بيكرا الله يعمرها دار، داروا معايا خدمتهم وتحركوا معايا، ولكن داك المكان اللي عطيتهم كيقولوا لي الناس فيه بنتي ما لقاوهاش فيه، يعني اللي النورمال اللي خاصو يتحرك السلطات ديال إيتملول، ولكن السلطات ديال إيتملول ما تحركوش معايا، حدهم جابوا البنت لهذيك البنت صاحبتي، قالت لهم انا كتواصل معايا وعيطات ليا، يعني فاش اختفت عيطت لصاحبتها، عيطات لصاحبتها، يعني هاد صاحبتها ملي كيقولوا عيطات راه عندهم الوسائل باش غيجبدوا بنتي. وفين يعني شنو قالت لهم فين مشات ما عرفتش شي اخبار؟ هذيك البنت ما عرفتش. والبنت يعني كترافق مع شي حد اخر؟ يعني مصاحبه مع شي حد؟ كترافق مع بنت الشهداء. ولكن فاش كتشكي انت؟ كنشد نشك اخويا في هاد البنت، بنت الشهداء هي اللي كنشك فيها. شنو داتها لشي بلاصه ولا شنو؟ داتها لشي بلاصه، دائما كنمشي عند والديها، مشيت عند خوالها، ولكن لا اثار ليها. هاد البنت ديما كنقول لها تفرقي على بنتي، كيقولوا لي الناس هذيك اللي غتفرق على بنتك، بنتي ما عمرها باتت برا الدار. يعني خرجات ما رجعاتش من هذيك الساعه وانا كنقلب ما لقيت ليها اثار. بنتك شحال عندها في العمر؟ 16 عام. يعني باقا صغيره؟ باقا صغيره، يعني هادو غير شنو زعما مشات مع شي حد عمر لي راسها؟ قدرت تكون مشات مع شي حد ما عرفتش انا، ما ولكن بنتك ما يعني ما كاينش تواصل بينك وبينها؟ يعني ما كتعاودش ليك؟ ما كتعاود ليا، كنجي كنلقاها في الدار، ما عمرها زعما تغيبات، ما عمرها تغيبات. ما كتهضر مع شي حد في التليفون؟ لا لا ما عندهاش التليفون. كنعرفوا دابا يعني هذا الجيل يعني كيعرفوا يعني لا، يعني انا حتى بنتي ما عندهاش التليفون. قال لك شافوها مع هادو في بيكرا؟ يعني هاد السيد ما عرفتش. لا شحال في العمر ديالو هو؟ قالوا لي كنت 30 عام. 30 عام؟ اه. فين شافوها؟ شنو قال لك شافوها؟ في زنقة حمان بيكرا. زنقة حمان بيكرا؟ بيكرا اه. شنو سد عليها في شي بلاصة ولا شنو؟ ماما ما عطاوناش التفاصيل، انا مشيت قلتها للبوليس، خرجوا معايا البوليس صراحة بيكرا، خرجوا معايا ولكن ما لقاوش تما ديالي، ما لقاوهاش. مشاو لديك البلاصه؟ مشاو لديك البلاصه. وهذا ما عندكش عنده المواصفات ديالو هذا اللي قال لك؟ عطاوهم البوليس. ما عرفتش واش جابوه ولا لا، ما عرفتش انا يعني فيما مشيت كيقول لي ما كاين والو، كنجي كل نهار هنا، جيت البارح ما عطاوني حتى خبر، بقيت كنسافات عليه صافي. مشيت انا بوحدي كنسول البنات ديال المدرسه، كنتفاجئ في واحد المدرسه اخرى ديال اكادير الكبير كيقولوا لي الدريات بان بنتك فعلا هذاك النهار قبل ما تغيب جات هي وبنت الشهداء ودابزت مع شي وحده هنا في ام الباب. يعني دابزه مع شي وحده؟ وما عرفتش هذا الشيء اللي عندي اخويا، من انا بغيت دابا ندعي اللي عرفها شي واحد واللي شافها يعاونني، الله يرحم ليه الوالدين. شنو كتمنى يعني من السلطات؟ يعني من الناس كنتمنى من السلطات ومن سيدنا يتدخل في هذه القضيه، يحسبوها بحال بنتهم. كنجي عندهم ما كيعطونيش وقت الا مني مشيت لبيكرا، عيطوا لهم البوليس تاع بيكرا اللي عيطوا ليا وتحركوا، عيطوا لهم البوليس ديال بيكرا. يعني يتملوا لهنا؟ لا يتملوا، ما داروا معايا والو، ما نكذبش، ديال بيكرا اللي عيطوا لهم، الكوميسير ديال بيكرا اللي عيط لهم قال لهم انا غنصيفط لكم السيده اللي عيطوا ليا وجيت عندهم. يعني دابا تقريبا سيمانه هذه؟ اه سيمانه. ربما خليتي فين قلبتي؟ ما كتنعسيش؟ ما خليت اخويا ما كنعش، كنباتوا في اكادير انا وشي دراري مطوعين تاع يتملوا، الله يجازيهم بخير، وشي نساء ما لقيناش، الناس كيقولوا شنا هنا شنا هنا، ولكن ما عرفتش شنو اللي خلى زعما هاد البنت انها تختفي. يعني ما تبدلاتش؟ يعني دوك الايامات بان عليها شي تغيير؟ بان عليها اخويا والو، يعني عادي يعني كتصرف عادي؟ عادي. يعني خرجت مشات للمدرسه عادي؟ عادي. ما هضرات مع شي حد من قبل؟ ما هضرات مع شي واحد. لا انت انا محيده لها التليفون، انا بنتي مني بعد الخطره ما كتجيش كتعطل هكا شي ساعه ساعتين، كنمشي كنلقاها عند بنت الشهداء. يعني هذيك هي صاحبتها؟ هذيك هي صاحبتها اخويا، ما كايناش شي صاحبتها، وهي اللي كانت تعرف راه هي اللي غتجبدها، بنت الشهداء اللي عارفه بنتي. ديكلاريتي بها؟ راه نهار الجمعه اخويا جيت هنا وبقيت حتى البارح الثلاث، مشيت عند بيكرا اللي ديال بيكرا هما اللي حركوا البوليس ديال إيتملول، مدينه بيكرا اللي عيطوا البوليس تاع إيتملول، اللي فاش عيطوا ليا البوليس تاع إيتملول جيت عندهم وعاودوا سمعوا ليا، يعني مني جيت عندهم نهار الجمعه ما داروا معايا والو. واش خرجت بنتك شنو كانت لابسه؟ كانت لابسه حوايج المدرسه والضفاطير ديالها وصدالة الميكا. يعني ما هزه معها لا فلوس لا والو؟ لا شي حاجه اخويا.
الا كانت يعني بنتك كتشوف فيك شنو الرساله اللي توجهي لها شنو تقول لها؟ الرساله ديالي بنتي الا كتشوف فيا آية سميتها آية الا كتشوف فيا وما بقاتش بغات تعيش معايا ولا شحال غير تبريني فين كاينه اشنو ضرها انا اللي هضرت معاها هضرت معاها غير على مصلحتها انا الا كنت راه الامهات كلشي كيخاصموا على ولادهم واش يعني خاصمتي ها كان خاصم على على المدرسه وعلى هاد البنت الشهاده زعما لا زعما شي حاجه اخرى لا لا زعما تكون يعني بهاد المخاصمه هي اللي خلاتها تخرج لا لا انا بنتي كاع الحوار ديالي اللي كنخاصم عليها كنقول لها بنتي قراي انا بغيتك توصلي انا خدامه ما بغيتش يدوز عليك المصير اللي داز عليا فهمتي انا داز عليا بزاف الحوايج والزيت يلاه عندها شهر باش طلقت باش الزيطه يعني انا بنتي الا كنت كنخاصم عليها كنخاصم عليها باش تقرا وباش تفرق على هاد البنت اللي ما باش تفرق عليها هادشي اللي كنخاصم على بنتي زعما كن ما حرمهاش راه الجيران خرجوا شوفوا من الجيران ما حرمهاش من شي حاجه يعني ما لا يعني بغيتي لها مصلحتها انا مصلحتها الا كنخاصم يعني غير هاد الحوايج على يعني كنمشي تضربي تما راه على قبلها باش انا بنتي اصلا كنخرج من الصباح ما كنجي حتى الليل زعما يكون زعما هاد الفراغ هو اللي خلاها انها ربما تقلب على داك الحنان في شي بلاصه اخرى ولا ما نعرف ما نقول لك شي حاجه يعني الحرمان و... ما نقدرش اخويا نقول لك شي حاجه وانا ما ماكلاش منها انت يعني ربما 16 عام يعني فتره المراهقه فعلا يعني انا شي بنتي زعما كنحرمها من شي حاجه ولا نقول لك انا كنخاصم لها شي حاجه انا غير على البنت الشواده والمدرسه كنقول لها ما تغيبيش ولكن هادشي اللي كاين يعني دابا انت مخلوعه عليها خفتي لا توقع لها شي حاجه انا ما كنعانش اخويا لا انا ولا الدريات صحاباتي ولا شي مطوعين هنا من ايت من الاول من الحرج هما داروا خدمه البوليس هما داروا خدمه البوليس لا 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 يعني هما كيبحثوا معايا داروا خدمه البوليس ما عرفتش اخويا قولي الرقم ديالك يعني اللي عرف على شي معطيات وشي معلومه شي حاجه الرقم ديالي 06 00 46 19 نعاودو 06 00 46 82 82 19 لا عرف شي حاجه الله يرحم والدي واللي شافها مع شي حد ولا يعلم السلطات واللي يعلمني نعاود نبين ارى ديك التصويره نعاود نبينها خليك واقفه ياك ايوا انتم متابعينا لو في هذه هي الصوره ديال هذا الشاب بطبيعه الحال كما كتشوفوا معنا على المباشر صوره الشابه التي اختفت في ظروف غامضه كما كتشوفوا معنا على المباشر فغادي نحاولوا اننا نقربكم من الصوره ديال هذا الشاب بطبيعه الحال كما كيبان لكم من خلال يعني هذا الصوره فهذه هي الشابه التي اختفت في ظروف غامضه كنتمنى من اي واحد يعني شافها او عنده شي معلومات عليها انه يتواصل مع الام ديالها في الرقم اللي اعلى اللايف بطبيعه الحال اللي هو 06 00 46 82 19 هذا هو الرقم ديال الام ديالها وكنتمنى ايضا يعني الا كان شي عند شي حد بطبيعه الحال انه يقوم يعني بالافراج عنها لان يعني الام ديالها كما كنعرفوا فمنذ الاختفاء ديالها يوم الجمعه الماضي وما كتنعش يعني ما كتشوفش يعني اشنا هو الرحاب بطبيعه الحال ايضا النداء للسلطات الامنيه من اجل التحرك العاجل لانقاذ ما يمكن انقاذه ومعرفه مصير هذه الشابه المتغيبه عن منزل الام ديالها منذ يوم الجمعه الماضي كنتمنى يعني البارتاج ديالكم ثم البارتاج باش يوصل هذا النداء ديال هذه الشابه اللي في العمر ديالها 16 سنه وللاسم ديالها آية بطبيعه الحال اللي اختفت هنا بمنطقة الحرش بمدينة أيت ملول تحياتي لكم وعلى أمل لقياكم في بث مباشر آخر إلى الملتقى الله يسهل عليك أخويا أخلي أخلي أخلي